السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم في قناتكم وفي صفحتكم وفي محلكم، محل آثاث ثقة. خوتنا كيما راكم تشوفوا رانا نوجدوا باش نوصلوا الهدية الأم عبد الرؤوف اللي شاركت باسم الابن تاعها مكراش عبد الرؤوف من ولاية بازا، تحديدا مدينة بوسماعين. خوتنا كيما راكم تشوفوا رانا على قدم وساق باش نوصلوا الهدية المولاتها. خاوتنا ابقوا معنا وترقبونا، ان شاء الله نروحوا للمنزل تاعها ونورو لكم كيفاش صورنا وكيفاش خرج لو صالون تاع ام عبد الرؤوف، يعني مكراش عبد الرؤوف. حاجه الله يبارك خاوتنا، ترقبونا ورانا في الخدمه. حاليا الساعه راهي تشير الى 4 مساء، خاوتنا الساعه راهي تشير الى 4 مساء، وعم الاثاث الثقه كما قلت لكم خاوتنا راهم على قدم وساق باش وصلوا الهديه للام عبد الرؤوف. الام عبد الرؤوف هذه الاخت اللي شاركت معنا من ولايه بوسماعين، واذا حبيتوا تفوزوا انتم كذلك لازم تشاركوا معنا، لازم تتفاعلوا معنا ورانا في الخدمه خاوتنا. مازالت كاينه مسابقه على صفحتنا على الفيسبوك، روحوا شاركوا فيها. يوم السحب راح يكون يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين المقبل راح نديروا لكم السحب تاع المسابقه تاع الفيسبوك اللي راح تحصلوا معنا على لو صالون المرسى. ونعاودوا نولوا الاجواء الفرحة خاوتنا، وكما راكم تشوفوا ما شاء الله. خاوتنا كما كنتوا تشوفوا قمنا بعملية شحن لصان ماروكا اللي تحصلت عليه الاخت مكراش عبد الرؤوف من مدينة بوسماعين ولاية بازا. كما راكم تشوفوا قمنا بشحن لصانه داخل شاحنة أثاثيقة. الآن بإذن الله رانا متجهين إلى ولاية بازا، تحديدا مدينة بوسماعين، باش نسلموا لها الهدية. كونوا في الوعي. وكما راكم تشوفوا خاوتنا انطلقت الرحلة تاعنا الوجهة إلى ولاية بازا، تحديدا مدينة بوسماعين، حي لومبار خاوتنا. هنا تسكن أم عبد الرؤوف، يعني أم مكراش عبد الرؤوف، هذا الأم اللي شاركت في المسابقة ولا في الهدية باسم الابن تاعها. حاليا رانا على مقربة من محل أثاثيقات تسمى هذا وين قلعنا خاوتنا. هنا رانا تحديدا في بلدية شعيبة، تحديدا في بلدية شعيبة رانا متجهين مباشرة إلى مدينة بوسماعين. يعني بين قليعة وبوسماعين كان تقريبا 7 كيلومترات أو 10 خاوتنا. هنا رانا دخلنا المدينة بوسماعين خاوتنا، كيما راكم تشوفوا هذه هي الدخلة تاع مدينة بوسماعين في هذا لورومبو خاوتنا. رانا متجهين إلى كيما قلت لكم حي لومبار، وين تقطن أم عبد الرؤوف، يعني الأم اللي شاركت باسم الابن تاعها مكراش عبد الرؤوف اللي حالفها الحظ معنا وفازت معنا بلو صالون ماروكا خاوتنا، بيه بدوزانو كيما كنتو تشوفوا فيه فلا فيديو خاوتنا، بيه بلو سيرفيس بالطابي، يعني ادات كامل واش كنتو تشوفوا فلا فيديو. يعني احنا نباركوا لها من هذا المنبر، نقول لها مبروك عليك ونتمنوا لك حظ اوفر في مسابقات اخرى وفي مشاركات اخرى خاوتنا. هنا رانا في حي لومبار، يعني هنا رانا على مقربة من منزل أم عبد الرؤوف، يعني أم مكراش عبد الرؤوف. ما بقناش يعني بقتنا بعض أمتار ونوصلوا إلى المنزل خاوتنا. وهنا كما راكم تشوفوا رانا وصلنا إلى منزل أم عبد الرؤوف. السلام عليكم، كيف راكم؟ خاوتنا كما كنتوا تشوفوا الاخ وليد دائما يصنع اجواء ممتعه، يعني وين ما يروح يديرنا لي بلاغ، وين ما يروح يعني يصنع اجواء ممتعه، يعني يرفع علينا، نقولوا له بارك الله فيك الاخ وليد. وكما راكم تشوفوا رانا نوصلوا ولا رانا ندخلوا لو صالون الى منزل ام عبد الرؤوف، يعني مكراش عبد الرؤوف خاوتنا. ترقبونا باش تشوفوا لو صالون كيفاش خرج في المنزل تاعها، يعني خرج ما شاء الله خاوتنا، خرج الله يبارك. نزيد نباركوا لها مرة ثانية وثالثة أم عبد الرؤوف مكراش عبد الرؤوف من مدينة بوسماعين ولاية بازا. وخاوتنا لما حلفوش الحظ معنا نقولوا له مازال كاينين، مازالوا كاينين مسابقات أخرى.
مع ثقة المسابقات ولا الهدايا ما تخلاش ورانا في الخدمة، انتم تفاعلوا معنا ورانا في الخدمة خاوتنا 24 ساعة على 24 ساعة ورانا دائما نسيو نجيبو لكم الأفضل والأحسن خاوتنا. وكي ما راكم تشوفوا هنا خاوتنا هكا خرج لوسانو تاع أم مكراش عبد الرؤوف، يعني خرج لها ما شاء الله تحفة الله يبارك، يعني حاجة طوب دو طوب خاوتنا، خرج لها قوة يعني حاجة الله يبارك، حاجة ما شاء الله خاوتنا. وإذا حبيتوا انتوما كذلك تفوزوا معنا ما عليكم غير تشاركوا معنا في المسابقات ولا في الهدايا اللي راهي تنظمهم محل آثى الثقة خاوتنا. والآن نخلو عم الابن مكراش عبد الرؤوف يعطينا كلمة، وانتوما ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، صحة فطوركم، سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتنا، كما راكم تشوفوا رانا في منزل الأخ مكراش عبد الرؤوف، الابن مكراش عبد الرؤوف، هذا عمه راح يتكلم معنا. خويا العزيز وش شفت بعينك لحقك خويا؟ الله يبارك بالجزيل. الحمد لله خوتنا، خونا هذو مع عائلة اللي شاركوا معنا، عائلة مكراش اللي فازوا معنا بهذا صالون ماروكا من ولاية من مدينة بوسماعيل ولاية بازا. نقول لهم مبروك عليكم خويا، مبروك عليكم، وان شاء الله مش هذه المره الاولى، ان شاء الله تزيدوا تفوزوا معنا عده مرات خويا ان شاء الله. واش راي في هذه الثقه خويا العزيز؟ الله يبارك، ربي يحفظكم. الحمد لله خوتنا، هذا اهل الثقه كما يقولوا، بارك الله فيك العزيز، هذا يعني هذا الامر اللي شرفنا، بارك الله فيك خويا العزيز. كما راكم تشوفوا خوتنا رانا لحقنا الامانه المولاه، نضرب لكم موعد مره اخرى وفي هديه اخرى وفي منزل اخر، بارك الله فيكم، صح فطوركم، سلام.